كأنك قد جاورت أهل المقابر هو الموت يا ابن الموت إن لم تبادري تسمع من الأيام إن كنت سامعا فإنك فيها بين ناه وآمر ولا ترمي بالأخبار من دون خبرة ولا تحمل الأخبار عن كل خابر فكم من عزيز قد رأينا امتناعه فدارت عليه بعد إحدى الدوائر وكم ملك قد ركم الترب فوقه وعهد به بالأمس فوق المنابر وكم دائب يعنى بما ليس مدركا وكم وارد ما ليس منه بصادري ولم أرك الأموات أبعد شقة على قربها من دار جار مجاور لقد دبر الدنيا حكيم مدبر لطيف خبير عالم بالسرائر إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فته منها فليس بضائر إذا أنت لم تزدد على كل نعمة خصصت بها شكرا فلست بشاكري إذا أنت لم تؤثر رضا الله وحده على كل ما تهوى فلست بصابري إذا أنت لم تطهر من الجهل والخناء فلست على عوم الفرات بطاهري إذا لم يكن للمرء عندك رغبة فلست على ما في يديه بقادري إذا كنت بالدنيا بصيرا فإنما بلاغك منها مثل زاد المسافر وما الحكم إلا ما عليه ذو النهى وما الناس إلا بين بر وفاجر وما من صباح مر إلا مؤدبا لأهل العقول الثابتات البصائر أراك تساوى بالأصاغر في الصبا وأنت كبير من كبار الأكابر كأنك لم تدفن حميما ولم تكن له في حياض الموت يوما بحاضري ولم أر مثل الموت أكثر ناسيا تراه ولا أولى بتذكار ذاكري وإن امرأ يبتاع دنيا بدينه لمنقلب منها بصفقة خاسري كل امرئ لم يرتحل بتجارة إلى داره الأخرى فليس بتاجري ولا تعدل الدنيا جناح بعوضة لدى الله أو مقدار زغبة طائري فلم يرض بالدنيا ثوابا لمؤمن ولم يرض بالدنيا عقابا لكافري ولم يرض بالدنيا عقابا لكافري.